بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مع درس جديد من دروس الشرح لرواية وشم الطريق الشاطبية. نبدأ اليوم من أول سورة الإسراء. طبعا هو الحزب 29، الصفحة رقم 182. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. الذي أسرى مد منفصل في الإشباع، أسرى من ذوات الراء التقليل قولا واحدا. الحرام ننتبه إلى الحاء حتى لا تفخم. الأقصى في حكم الأول نقل حركة تنزيل الساكن قبلها، والثاني التقليل هذا إن وقفنا عليها، إن وقفنا لنا التقليل ولنا الفتح لأنه من ذوات الياء، وفي الوصل ليس لنا إلا الفتح التقائي الساكنين. من آياتنا بدل في الأوجه، عفوا، من آياتنا نقل حركة الساكنة قبلها، وآياتنا بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة، وفي مد منفصل فيها الإشباع، وهو إنه هو السميع البصير. وآتينا في الوصل نقرأ براء مضمومة، نقرأ بتلقيق الراء لأن الراء مضمومة قبلها ساكنة فنلقيق الراء. طبعا على القصر في البدل في منايتنا لنا في البصير ثلاثة العارض، وعلى توسط البدل التوسط الإشباع في العارض، وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض للسكون. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وآتينا بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة، هدى في الوقف لنا وجدنا فتحا وتقليل، وفي الوصل لنا الفتح فقط لأنه منون. لبني إسرائيل، لبني مد منفصل في الإشباع، إسرائيل مد متصل في الإشباع، أما البدل فليمد مستثنى من طريق الشاطبية. فعلى قصر طبعا وكيلة ليست من دوات، ليست من قبيل العارضي للسكون، طبعا ليس فيها شيء. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. مع نوح إنه نقل حركة همزة الساكنة قبلها. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقضينا إلى مد منفصل في الإشباع، بني إسرائيل مد منفصل في الإشباع، إسرائيل فيها مد متصل في الإشباع وفيها بدل لكن لا يمد من طريق الشاطبية. في الأرض نقل حركة لمز إلى الساكنة قبلها. كبيرة راء مفتوحة قبل الساكنة ترقق الراء. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فإذا جاء مد المتصل في الإشباع، أولاهما بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة، وفي إذا تاء فيها فتح وتقليل وجهان. لنا أولي مد منفصل في الإشباع، أولي ليس فيها بدل لأن هذه الواو تكتب ولا تنطق. بأس ليس فيها إبدال فيها التحقيق. الديار التقليل قولا واحدا. على القصر في البدل في أولاهما لنا في ذات الياء الفتح، وعلى التوسط في البدل وعلى التوسط في البدل التقليل بين بين في ذات الياء، وعلى إشباع البدل وجهان في ذات الياء لنا الفتح ولنا التقليل معا وجهان. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وجعلناكم أكثر صلة من الجمع من قبيل مد منفصل في الإشباع، نفيرة راء مفتوحة قبل الساكنة ترقق الراء. وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم. في الوصل نقل حركة تنزيل الساكنة قبلها. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم نقل حركة تمثيل الساكنة قبلها. إن أحسنتم وأحسنتم صلة من الجمع من قبيل مد منفصل في الإشباع. وإن أسأتم نقل حركة تمثيل الساكنة قبلها، طبعا أسأتم ليس فيها إبدال. فإذا جاء مد متصل في الإشباع، الآخرة بدل مغير بالنقل في الأوجه الثلاثة، وفيه راء مفتوحة قبلها كسر ترقق الراء. ليسوءوا فيه مد متصل فيه الإشباع، وفي الآخر فيه بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة. وليتبروا راء مضمومة قبلها كسر ترقق الراء، تتبيرا راء
مفتوحة قبلها هي الساكنة تلققه الراء. هذا ما فتح الله علينا عز وجل في هذا الوجه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.